نشرة مفصلة أقدمها لكم أنا مها أحمد من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. شارك محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل في احتفالية النصر السادسة في قضاء بلد، مستذكرا في كلمة بالمناسبة التضحيات الكبيرة التي قدمها الأبطال من أجل الوطن ومنع تحويل بلد والضلوعية إلى حلقة في مشاريع التقسيم والطائفية، مؤكدا أن هذه الدماء ضحت من أجل الله ثم الوطن. أنا أتحدث وأنا ابن بلد وابن الضلوعية، من حيث النشأة والتربية، والآن أنا ابن صلاح الدين بحكم المسؤولية التي أنا فيها الآن. نشعر بأننا كبار ونشعر بأن ما وصلنا إليه في المرحلة السابقة مما كان مخطط لنا في هذه المدينتين أن نكون جزء من تقسيم العراق طائفيا وتقسيم العراق جغرافيا والعودة به إلى الوراء، هذه المدن كانت هي خط الصد الرئيس الذي أعاد وأفاق تنظيم داعش الإرهابي وأرجعه إلى صوابه وأرجعه إلى جحوره لاحقا. أشعر بأنني كبير لأنني من هذه المناطق التي ضحت، وأشعر بأنني صغير جدا أمام تضحيات الأبطال من الشهداء في الحشد الشعبي والقوات الأمنية وأبناء العشائر. يجب أن تكون هذه الدماء التي ذهبت والتي ضحت هي من أجل الوطن، فيجب أن تكون هي منار لبناء الوطن. لم تذهب لسياسة ولم تذهب لحزب ولم تذهب لأي اتجاه ولا لطائفة، إنما ذهبت للوطن، فيجب أن تكون هي المنار والنبراس الحقيقي لبناء العراق القادم، وأن لا نجامل وأن نستذكر هذه الدماء بأنها ضحت من أجل الله والوطن.